بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأستاذة الفاضلة عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالإنابة، السادة الأفاضل، زملائي وزميلاتي الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام شورى أطفال الشارقة للإنعقاد 16، أوجه جزيل الشكر والعرفان لوالدنا الغالي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارتنا الباسمة، ولأمنا الحنون سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على تمكين الأطفال والأخذ بآرائهم من منصة الشورى، هذه المبادرة الرائدة التي تسعى لتبني وقضايا الأطفال في المجتمع وترفع وتزيد الدافع القوي لديهم لتطوير قدراتهم ومواهبهم. إن شورى أطفال الشارقة هذه التجربة الرائدة التي تعزز من مكانة الإمارات وتجسد رؤيتها في تطوير الاستثمار بالإنسان ودعم الطفولة على المستويين العربي والعالمي. إن من أهم عوامل النجاح في حياتنا هو الإصرار والعزيمة على خوض التحديات وتخطي العقبات، ولا ننسى الثقة بالنفس. فلنسعى جميعاً لنضع أيدينا معاً لنخط مستقبلنا ونبني حضارتنا، لنتخطى المستحيلات ونصل إلى الهدف الذي رسمه قادتنا ومؤسسو دولتنا.